اهلا بيكم. النهارده عامله لكم حلقه انا نفسي بحبها جدا. هعمل ان شاء الله شاورما لحمه باللحمه. انا عملت لكم قبل كده حلقه بشاورما الفراخ. النهارده هنعمل شاورما اللحمه وهعمل لكم حلو. كل الناس قاعدين يقولوا لي يا سمر عايزين حاجه حلوه، عايزين حاجه حلوه خفيفه. معلش والله انا حاطه في دماغي، انا مش مطنشه خالص، بس يعني على حسب ما بجهز الحاجات بعملها. انا هبدا النهارده هعمل لكم بان كيك بالتوت، التوت الازرق. طبعا لو التوت مش متوفر او غالي هنعمل ايه؟ ممكن نعمله بالموز، ممكن نعمله بالفراوله، اي فاكهه موجوده متوفره متاحه. ممكن بالخوخ، بس مش اي حد يتقبل الخوخ يعني. انا هبدا هخلط بس المواد السائله. انا عايزه تقريبا لبن رايب نص كوبايه، وحوالي كوبايه لبن عادي. تمام كده. وبيضه، اغسل ايدي بس ثواني. طبعا بيضه يبقى فانيليا، هحط شويه فانيليا يعني باكو فانيليا. هحط عسل، حوالي معلقتين عسل ابيض. تمام كده. وهحط معلقتين زبده سايله متسيحه، يعني هي مسكت شويه طبعا عشان الاستوديو ساقع، بس هنطلعها تروح منين فين. بس كده انا هخلط الكلام ده، وبعدين هنبدأ في المواد الجافة مع بعض. همسح بس هنا عشان اللبن جه عليه. اوش. تمام. طبعا مفيش مضرب زي ده عادي، انا بس عشان الوقت. عشان بس مبهدلش الدنيا انا هعمله بايدي، مش بيقول ايه تصرف. ايه مادام هتبهدل الدنيا وهي مش مستاهله نقلبها على ايدينا، مش هتقول لا، مش بيقول تصرف. بس حاسه بالعسل ان هو لسه ما دابش، فبقلب كويس. اخلي المضرب عشان هشتغل بيه، بس هبدا احط المواد، اخلط المواد الجافه اللي هي الدقيق. ارمي ده خلاص كده. الدقيق الابيض كوبايه ونص كوبايه شوفان مطحون، وجيب معلقه بس صغيره، معلقه بيكنج باودر ومعلقه بيكنج صودا. بيكنج باودر وبيكنج صودا. تمام كده. رشه الملح بتاعتنا. بس كفايه. وهقلب الحاجات دي وهحط التوت بتاعنا. بسم الله.
كفايه قوي كده، مش هحط تاني. احط اتنين كمان شويه كده، بس كفايه قوي كده. هبتدي انا هنزل بالمواد السائله ولا ايه؟ لا البوله دي اكبر، هنزل بالمواد السائله بالسائل هنا. هحط شويه وهقلب. انا مش هعرف اعمل المضرب السلك عشان انا حاطه التوت، فمش هيساعدني يعني. ماشي، هفضل اقلب لحد ما تمتزج المكونات. بصوا بقى لونها ازرق، ابتدى لونها يزرق. على فكره بالفراوله بتبقى تحفه تحفه، وممكن تعملوها بالمربى كمان، ممكن ما تحطوش عسل تحطوا مربى، هتعمل طعم رائع. محتاجه شويه دول. انا حاطه المكونات بالظبط، بس برضو اهم حاجه عيني تبقى عليه، يعني مش مجرد ان انا يعني ايه، انا شايفه القوام بتاعه ايه، كويس مظبوط ولا لا. طيب هحط دول، انا شايفه ان هو كده لطيف. لا كده تمام، مش عايزه احط تاني. انا كده هريح ده خالص، انا بدات بيه عشان هو المفروض عايز يرتاح، فهريحه خالص، اسيبه يهدى كده، وهبدا بالطبق التاني بتاعي الا وهو الشاورما. بس هغسل ايدي وامسح البلانشا. هغسل ايدي طيب. دلوقتي بقى هنروح تاني ناخد رحلة لهناك، ده وده. هنحط عصير برتقال، دي مكونات شاورما اللحمة، عصير برتقال وبصل وثوم ولبن بس. شيل دي هنا مش محتاجاها دلوقتي. وفلفل، فلفل اصفر، فلفل اصفر. هحتاج الفلفل. تقطيع سريع، هو كده انا كده كده هعمله في الكبة، فمش محتاجة ان انا ايه اقطعه احنتف فيه يعني. خلص بس من البصر. تقطيع كده عشوائية، تقطيع ستات البيوت، بس في ستات بيوت رهاب ما شاء الله لا قوة إلا بالله عليهم. أحط الفلفل هنا، ثوم وملح وبصل، نجيب شوكه بس، معلقه السماق. السماق دي هي التركه بتاعه شاورمه اللحمه،
هحط الثوم، فصين ثوم او ثلاثه على حسب الرغبه، وبصل مفروم، انا كده هحط الملح، رشه معتبره من الملح، انا بكترها عشان التتبيله لو مش بايته. طبعا هي التتبيله في العادي لازم تقعد على الاقل ساعتين. فلفل اسود، بس بما ان انا طبعا عشان وقت الحلقه، عصير البرتقال كفايه كده، هحط شويه لبن بس. تمام، بالنسبة للتتبيلة أنا بشتغل بسرعة عشان الحلقة، بس هو في العادي طبعا لازم تجهز، تقعد ساعتين على الأقل. طيب انا هحط بس التتبيلة دي على اللحمة وهدخلها في الفرن تحت الشواية، واشوفكم بعد الفصل ان شاء الله.